ما إن أردنا التعبير عن موقف معين من الفرح أو الحزن أو الشكر للآخرين، بالإضافة إلى كلمات الامتنان أو العتب. وبدل أن نكتب الكثير من هذه المفردات، نستعين بما مكتوب من عبارات وصور تحكي ما بداخلنا، ويكون لها أثر بالغ في نفسية المتلقي من خلال هذه الجمل. وقد تكون فيها الكثير من الحكم والنصائح التي تختصر العديد من الكلمات، وكذلك هي تعبر عن المشاعر أو الحالة التي يمر بها الشخص ومشاركة الآخرين فيها، وفي بعض الأحيان تعبر عن التسلية، وفي البعض الآخر تحمل في طياتها أدعية دينية وتوفر من سرد الكلام الكثير. حيث شاع تداول هذه الصور والعبارات بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي أصبحت بمتناول الجميع وتكون أبسط وسيلة للتعبير عن الذات وتوصيل شعور معين داخلنا تجاه هذا الشخص، حيث أن بعض الأشخاص يتخذون منها حكمة في حياتهم. وكذلك قد لا نستطيع البوح بالمشاعر من خلال الكلام الصريح، وبعض من هذه العبارات تكون مطابقة لواقع حياتنا وترسم صورة واضحة ومعبرة لمشاعر تستوطن قلوبنا. لقناة العراقية الثانية عادل جبار.